يعني عشان حضرتك دلوقتي اتكلمنا عن حركة مسرحية في مصر أو موجة كبيرة سينمائية في مصر، لابد من دور عرض سينمائي ودور عرض مسرحي. لو مش موجودين لماذا ينتج المنتج؟ ما هو خلاص مفيش حركة. النهاردة شارع عماد الدين اللي على بعد أمتار مننا، اللي كنا بنمشي في شارع عماد الدين ده نلاقي زي بورتوي، شارع الفن، سينمات ومسارح مغلق وضلمة، ضلمة الشارع بقى، ضلمة الشارع بقى، ضلمة. لو كان الأمر بيدك لا 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 هذا الشارع، لو والله لسه بقول لواحد امبارح بقول له لو الأمر بيدي لا اقعد في الشارع ده وانوره كله. وانا فاكر زمان كان ايام معالي دولة رئيس الوزراء دكتور عاطف صدقي وكان الوزير فاروق حسني والرئيس البيت الفني الفنان الكبير الراحل سيد راضي، انا كنت يعني في المعهد، ونزلوا وفتحوا كل الكلام ده تحت بند نفع عام. نفع عام السينما دي قافله ليه؟ اصل الورثه افتح يا بيبي النفع عام. انما النهارده السينمات العظيمه بقت كافيهات، بقت مش عارف سينما فتن حمامه مش عارف ايه، السينمات العظيمه انتهت. السينمات العظيمه احنا لابد من اجنده ورؤيه، لان الفن هو السلاح اللي بنحارب بيه.